التسبيح خدنا بعيد وياه. العمر بيفوت ويمر بين حيوي ومر، وطريق ماشيين واسمه حياة. ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكايتنا مع ناس، وده جنبك أقرب لك من قلبك وفي طيبته، ومفيش ده بكرة وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس، وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعني. وتمشيه مهما بيكون صعب، ساعات بتلاقي في سعادتك ساعات ياخدك لجرح وغل، وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة، وده منك ومن دمك، لكن بقى في لحظة أنا جعان. دي الرياضة واخدة معاك حقها بزيادة. ساعتين بيض. وعملت لك الجبنة القريش بالطماطم والكمون. إيه؟ مش هتاكل الزلابية اللي أنا محمرها لك؟ زلابية يا بسيمة؟ يا جماعة ما تطلعوش قدامي من القصر يا بسيمة. ما مش ساعدوني يا إخوانا، مش كده؟ كلها من ورايا. الفطار. تذوقك. الزلابية سخنة، الحقوا بقى كله منها قبل ما احمد ينزل، احسن عامل رجيم وخايف لما يعرفش يمسك نفسه قدامها. هنحلي قبل ما نحضر يعني عشان احمد عامل رجيم؟ مفروض ان انا اشجعه وانا كمان اعمل رجيم. وانت تعملي رجيم ليه؟ انت عاجبه كده زي ما انت. ايه عاجبه ده؟ يعني عاجبانا كلنا. وقالينا بالبوله انت كده كده زي القمر. اسكت يا حبيبي لحسن، امك ما نمتش طول الليل. ليه؟ من القلق. افرض يعني رحت الشغل ولقيت نفسي لايصه، هقول لعبد السلام ايه بقى؟ عيلة ورجعت في كلامي؟ ده انا حاسه زي ما كنت تلميذه رايحه المدرسه اول يوم وخايفه. بس مفيش تلميذه رجعت في كلامها عشان خايفه من اول يوم مدرسه. ده ايه المتغطي ده؟ ده البيت بتاعي، خليه في البيت بتاعك بعد اذنك. انما انت ايه اللي خلاك فجاه كده تقرر تعمل رجيم؟ عادي يعني، المدرب عندي في الجيم عمل لي دايت ومشيت عليه. يلا يا مامي. يلا حبيبي. خد الطبق ده معاكي نقنقي فيه في الشغل، نصه بالسكر ونصه بالعسل. وانا رايحه المدرسه. انت هتحطي واحده بالعسل واحده بالسكر. احمد عندك اولمبياد مش هينفع. هات بس عشان تبتدي الدايت بنفسك. خليك يا ماما، لسه بدري قوي. خلي انت تتحرك وانا هوصلك، زمان المول لسه ما فتحش. لا المول فتح وانا قاعده هنا على اعصابي. انا عايزه اروح اثبت ان انا جد. وبعدين انا كده او كده عايزه اوقف في الاي تي ام اللي عند المول. يلا ماما. يلا حبيبتي. ادعوا لي. ها روحي يا امانه، ربنا يفتحها في وشك يا امانه بنت بطني. لو وصلوا حاجه كلموني. ماشي. لو حد فيهم جه معاد الرضعه بتاعته هبرضعه بنفسي.
ابقي كلميني قبل ما تعوزي تمشي بساعة، ولو انا هتأخر في الشغل او حاجة هبقولك عشان ادم احمد يروحوا. ما تخافيش عليا مش هغلب، يا اما اخواتك يروحوني يا اما اخد تاكسي. ادم لازم ينزل لك الابلكيشن على فكرة، هتسهل لك حياتك جدا. يلا اهو اسرع توصيلك بالحياة. ميرسي يا انجي. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير يا انجي. اتفضل. ايه ده؟ زلابيا. مش سهله بسيمه برضه. بسيمه. اتفضلي. ممكن تقول لي انا رايحه اعمل ايه في المشوار اللي مش فاهمه فيه اي حاجه ده؟ انت رايحه لوحدك؟ يا عبد السلام انا قلقانه. حاسه ان انا اتسرعت لما وافقت. حاسه ان البدله كبيره قوي عليا. بالعكس البدله هتنطق عليك. انت هتهزر. اطلعي. درجاتي ما بتحبش شغلك؟ ايه ده؟ وانا قلت لك على دي كمان؟ مش لازم تقول لي يعني، بس لما اقول لك ان انا رايحه اخسر عربيتي تقول لي هاجي معاكي. اكيد مش حابب تروح الشغل. صح. ايه بقى اللي مخليك قاعد في شغلك وانت ما بتحبوش؟ عادي يعني، بالمنطق اصبر شويه يمكن تحب. فكرتني باللي كنت بقوله لنفسي قبل ما اقرر افصل خطوط. دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ مسخره انت. اصل انا مش عارف ايه الحاجه اللي انا مميز فيها وبحبها عشان اشتغلها يعني. يعني مثلا بحب السينما، بس مش لدرجه ان انا ابقى سينمائي. بحب الموسيقى جدا، بس يعني ما اعتقدش اني ابقى موسيقار مثلا. بحب القرايه وبحب الكتابه ومش عارف، ممكن ابقى اديب مثلا، مش عارف مش عارف. بصي، هو انا دلوقتي ماشي بمبدا بتاع حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. اي نعم انا لغايه دلوقتي مش عارف ايه بالظبط انا بحبه عشان اكمل فيه، بس طب انت بقالك فتره كبيره هو مش عارف حتى تحب ما تعمل. ايوه، ما عشان كده قلت لك تساعديني. هو كلام عيالي ولا لا؟ لا، قلنا انت اللي لازم تساعد نفسك. ماشي، ما انا هساعد نفسي، بس انت يعني انت بالنسبه لي زي القدوه كده يعني. اه والله بتشجعني على حاجات يعني. انا يعني مثلا لما شفتك وانت واخده بالك من اكلك، بتاكلي اكل صحي وعامله دايت وجسمك حلو ما شاء الله يعني، بقيت عامل زيك يعني. النهارده بس ابتديت الجيم. ايه ده؟ طب كويس. طب معلش قول تاني بقى بس بالراحة. تاني ده ايه؟ وانا لسه قلت حاجة؟ ما هو التعليم في الكبر أصعب من نقش على الحجر. ما تخافيش، تجربة مش شغل، هما اللي هيفهموك الدنيا ماشية ازاي. طب أرد بس على الموبايل. ايوه ايه؟ ما هي مش هعطلك، بس هي بتتحمى بقالها نص ساعه وانا عايزه انزل، مش لاقيه الطاقه الجديد بتاعي. هتلاقيها غسلته وحطته بالغلط عند انجي، ما هي على طول بتعمل كده. طيب اوكي، هبص عليه. يلا مش طبعا. يلا باي. ابدا معاكي، لو في اي حاجه مش فاهماها وهيساعدك لو انا مش موجود، ما تقلقيش. لا لا، انا مش قلقانه، انت اللي المفروض تقلق. ده انت لو عايز تخسر فلوسك مش هتعمل اللي انت بتعمله ده. والله لو خسرت الفلوس قصاد اني اتصبح بوشك كل يوم زي النهارده انا موافق. عارفه اول مهمه عندك النهارده ايه؟ انك تختاري المكان اللي هتنام فيه. انجي بسرعه، نتغدى فين؟ أنا خلصت، ما عنديش حالات تاني النهاردة. كويس. كنت بقول يعني لو أنت ما عندكيش حالات برضو ومش عايزة تروحي بدري، ف
ممكن نتكلم شوية؟ نتكلم في حالة من الحالات ولا في السكاشي؟ طب نقعد طيب هنفضل نتكلم على الواقف كده؟ اتفضل اتكلم. أفنان أنا كنت اتكلمت معاكي في موضوع وأنا رديت وما افتكرش من ساعتها لدلوقتي حصل حاجة تخلينا نفتح الموضوع ده تاني. دكتور سعد من فضلك حاول تحافظ إنك ما تفتحش معايا مواضيع خارج نطاق الشغل والزمالة. على فكرة أنا آخر حاجة عايزها في الدنيا إن أنا أضايقك. أنا بس كنت عايز أفهم حاجة وأرجوك بدون عصبية. هل رفضك للموضوع دهوت هو رفض في المطلق ولا ده له علاقة بي أنا شخصيا؟ أنا مخططة لنفسي مستقبل تاني خالص. ما عنديش استعداد أرتبط أو حتى أفكر في الارتباط قبل ما أحقق أولويتي وهي ناخد الدكتوراه من أمريكا وبالتحديد من جامعات أنا منقياها بعناية. قبل كده وقبل ما أرجع ببي اتش دي بأعلى الدرجات مش هفكر في حاجة، وبعد ما أرجع مش هفكر غير في مستواي الوظيفي. بعد ما أحقق كل ده ممكن أفكر في أي حاجة تانية. ده لو فكرت أو لو رجعت، لأني وارد ألاقي فرصة هناك. مفهوم. عن إذنك. إزاي؟ إيه الأخبار يا فندم؟ كله تمام؟ الحمد لله على السلامة، شكراً. أجيب لحضرتك الرقم بتاعك؟ أنت متأكدة إنك مش عايز تشرب؟ طيب هيبقى كاس واحد بس. لا يعني تحت امرك. شكلك معروف قوي هنا. ابدا من اول مره اجي. بس اكيد انت مديلهم فلوس عشان يرسموك قدامي صح؟ عارفه لما بترخمي عليا كده انا مش بتضايقني؟ لان دايما بشوف عينيكي بتضحك وانت بتسخفي كده. ده بالنسبه لي دليل اهتمامي. ياه وصلت ان انا بقيت مهتمه بيك ها؟ يعني ممكن مش مهتمه، ممكن عندك فضول. عشان كده عمرك ما صدتيني بجد. عشان كده بنتعشى مع بعض دلوقتي. مش ممكن اكون انا وافقت انزل معاك النهارده علشان زهقت من زنك؟ لا هو في سبب تاني بس انا مش عارفه دلوقتي. ليه؟ لا يا راجل. اهلا نور، ازيك؟ يا سلام. هاي يوسف عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ وانت كمان ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. هلو انجي. نور نور. هاي انجي. هاي. بس انت راجل اي كلام. ليه بس؟ وعدتني لما ارجع من امريكا هكلمك ولا عبرتني؟ ما انا رحت من امريكا على المغرب والمغرب على بيروت وبيروت على هنا ولفيت لفه كبيره جدا. ايه كل ده؟ معلش من الشغل. وانت عامل ايه؟ انا تمام الحمد لله كويس. انا جوب بيلي ويل. ثانك يو. هاوز يو جوب؟ شوز اوكي. اول مره اشوفك. عارفه يا مامي؟ وانا قاعده مع يوسف حاسه انه انا خفيفه كده، حاسه ان الدنيا كلها سهله، مفيش مشاكل ومفيش كلاكيع. بقول اللي انا عايزاه براحتي من غير ما افكر اصلا. بقيت احس ان انا اصلا لذيذه. بس انا عايزه اعرف يعني اشمعنى انت حبالي يوسف قوي كده؟ عشان شبهنا اكتر ونعرفه من وانتوا صغيرين، وامه صاحبتي ومتمسك بيكي جدا. ماشي بس بالراحه عليا، ما تزقنيش على حاجه. وانا يهمني راحتك. وراحتك انت. راحت ايه؟ راحت علينا يا بلبل. احكي لي بقى، احكي لي ما تتكسفيش. عملت ايه في اول يوم مدرسه؟ حلو. ما تبصليش كده. ايه خيلتني؟ بتدور على حد؟ لا لا خالص. واحنا ايه اللي جابنا المكان الزحمه ده؟ ما كنتش عارفه انه هيبقى زحمه بس المود لذيذ. احنا مش عارفين نسمع بعض حتى. ايوه صحيح، المزيكا عاليه شويه. طب ايه متضايق؟ تحب نمشي؟ لا شكلك مبسوطه يعني، خلينا.
هو يعني من صاحبك؟ لا لا مش صاحبه، كان صاحب رشوة، كان مغادر يوم الحفلة يوم ما هبلت. ايوه يوم مسكرت تينا. الاخ احمد برضه مش كده؟ لا ده انا بعد كده اكلمك عشان تخرجني بقى. لا مش انا، دي شهيرة. اهلا شهيرة، عامل ايه يا حبيبتي؟ رئيسة؟ ايه يا بنتي ما قلتيش انت جاية؟ هقول لك فين؟ انا اخر مرة شفتك كانت امتى؟ مش سلام على احمد ولا ايه؟ اهلا، ازيك يا معلم؟ عامل ايه؟ ملهمة، ازيك؟ بقول لك ايه؟ معلش عربيتي فهروح معاك. شهيرة اختي مش فاكراها؟ يو لوك فيري فاميليير، احنا اتقابلنا قبل كده صح؟ اه عندك بجد؟ والله يا جماعه ما تاخدوش بس الكلام الوحش. ايه ده ليه يعني؟ اشمعنى؟ وانا فاكره احمد كويس. فاكره احمد بس؟ انا اعرفك؟ طب تعالي كده وانا اقول لك. بقول لك ايه؟ هنشوف هتعمل ايه تكلمني. هتيجي نمشي بقى من هنا. تقصي عليا انا يا معلم؟ اقصي عليك ليه؟ انا شفته اتنين متصاحبين. لا مش متصاحبين يعني، مجرد صحاب. لا مش ليش انا خالص صحاب عادي دي. ده غير اللي هفلطت بيه يوم حفله رشا واحنا راجعين في العربيه. ايه هفلطت؟ عملت ايه يعني؟ هفلطت ازاي؟ ايه صلي على النبي كده. منكوشك. ما هفلطتش ولا حاجه. بص بصراحه هو مفيش حاجه يعني، مفيش حاجه بشكل صريح يعني، بنقرب من بعض يعني. بس هو انا ببقى مبسوط وانا معاها يعني. هتلاقيهم اكتر واحد مبسوط في الدنيا وانا معاها. ماشي، ما هو ده الحب. طب بخبرتك انت كده، ما تقدرش تقول لي هي بتحبني ولا لا؟ يعني وانا اللي هقول لك؟ مين اللي هيقول لي؟ اصلا بصراحه انا مش فاهم يعني. بص مع الوقت هتفهم. وغالبا الهتفهم ده هيبسطك. محمد مفيش واحدة تخرج مع واحد تروح معاه حفلات تسيب الحفلة كلها وتقعد معاه هو بس من غير ما يكون في حاجة، فاهم؟ طب انت ايه بقى؟ هو قال لي ايه بقى؟ رشا دي نظامها ايه يعني؟ يا عم انت مالك انت ومال نظام رشا؟ يعني هي تبعك؟ ولا تبع وائل؟ بتتعامل مع بعض ازاي؟ عندها كام سنة طيب؟ مبدئيا كده ما تسألش عن رشا كتير عشان أجوبة كتير أوي مش هتعرف تلاقيها. رشا دي حالة نادرة يعني، مستحيل يكون في منها اتنين عامة يعني. أنا نفسي مش فاهم اللي ما بيننا ده إيه بالظبط. هل ده قصة حب؟ بس هو أكيد مش قصة حب، بس هو حب بس بشكل مختلف، بس فاهم؟ مش مفهوم أوي. انما دي ده قصه حب، ده ابو سهل، ده اتكل على الله بعد اذنك. الو ايه نام؟ لا قاعده وي لسه ما رجعش من عند اصحابه، وتوه كانت قاعده بتسقط قدام الفيلم بس لسه ما دخلتش اوضتها. شكل السهره كانت ممله عشان كده رجعت بدري. عايزه حاجه قبل توه؟ اه كلمي لي اخوكي كده عشان معيش رصيد. طيب دقيقتين كده وهتصل تاني. لا يا حبيبي مش هتتصلي تاني، وخفي تعومي بقى عشان اخوكي يا حبيبتي مش هيفضل لزوز معاكي كده على طول الخط. قصدك على ايه يعني؟ جرى ايه يا حبيبي؟ انت هتستعبطي ولا ايه؟ ما انت فاهمه ان قصدي على ادم. لو انت مش فاهمه طبع اخوكي كويس فانا بقى فاهمه طبع جوزي. عدوي حبيبتي قدم السبت وادى الامان لادم، ومستني منه بقى يبين اي اماره، وسبحان من مصبره الصراحه لحد دلوقتي، عشان انت عارفه ان طبع اخوكي رزل في الاصل وخلقه ضيق. وايه الاماره اللي مستنيها؟ الاماره يا حبيبه اللي بيبينها اي راجل شارب جد وما بيلعبش ببنات الناس. انا قلت افوقك انا بطريقتي قبل ما هو اللي يفوقك بطريقته، عشان انتي عارفة ان طريقته طريقة ميكانيكية. فهماني كويس مش كده؟
طب والله المكتب لا عليك ده شكلك بس، انما بقى من ناحيه الوظيفيه اختك طول الله في برسيم. الحكايه طلعت مش سهله خالص، ده فيها تجار وموردين وحاجات بتيجي من البر وحاجات بتيجي من البحر وشغلانه. شكرا يا عباده. عباده، فاكر بوكيه الورد اللي عملته لمدام شلقان امبارح؟ طبعا. طب عايزه بقى واحد زيه بالظبط لسامي بيه. انا يا حاضر. شكرا. ده بقى تدي البلة وقول لها ان هديه مني. شكرا يا ستي. ممكن بقى تركزي معايا شويه؟ خير. فاكره توفيق عبد العزيز؟ مين ده؟ تايكون الحديد، كان معزوم في فرح جيلي. هو ده الراجل اللي كان مع ابنه؟ اللي كان مع ابنه اسمه نادر. مالهم بقى؟ خدتي بالك يوم الفرح انه ما نزلش عينه من على ايه؟ لا صدقني انا ما خدتش بالي من حاجه زي كده. ولا انا. بس بلا خدت بالها وقالت لي. وطفي قالت لي انه اتصل بيها كذا مره وسال عن ايه. شكله معجب بيها. هو يعرفها؟ شافها باين في حفله او اتنين بتلعب بيانو في الاوبرا يوم الفرح. بس الموضوع ده بجد يبقى بنتك اتفتحت لها طاقه القلب. انا نازله. السلام عليكم. استنى. هو مش المفروض ان يوم الاثنين ده يوم الاجازه وما فيهوش محاضرات؟ لا، ما انا مش رايحه الجامعه، انا رايحه اذاكر مع زمايلي في الجنين. لا معلش، قول لهم مرات اخويا تعبانه مش هقدر اسيبها لوحدها، واحنا ما عندناش خدم زي ما انتوا عارفين، وما ينفعش اخويا يرجع من الشغل ما يديش لقمه ياكلها. ليه يا ابله طوقه؟ مالك فل الشر؟ لا ابله طوقه زي الحصان، ما فيش حاجه. بس انت هتقول لهم كده عشان ما ينفعش تقول لهم حاجه وترجعي في كلامك، عشان احنا بنتربط من كلامنا ولا ايه؟ حاضر. يعني لو ما كنتش رجعت النهارده ما كنتش هتسلم عليا قبل ما تسافر؟ انا مش مسافر امريكا عامه. مسافر ست شهور، امريكا بقى ولا سخنه مش هتفرق. يا عمي الوقت بيعدي بسرعه. بعدين انا مش مصدق ان بقالك كل ده ما بتجيش معاك. للدرجه دي وجودي من عدمه مش فارق؟ انا ما قصدتش كده وانت عارفه. انا ماسكه نفسي من الخناق معاك بالعافيه. وانا ماسك نفسي اني اسالك انت عامله ايه برضه بالعافيه، ففكك بقى. اختفيتي فين يا بنتي؟ انا قلت جالك طور انت كمان. كنت مسافره مع اهلي بس خلاص رجعت. طيب اقعدي بقى، اقعدي كده ومددي. وكفايه ان شادي هيمشي ويسيبني. هو لسه قايلين ان النهارده اخر يوم لي. لا يا ستي، النهارده اخر يوم لي. الأسبوع اللي فات كان آخر يوم لأستاذة شيف. واضح إن الدفعة هتفضل علينا أنا وأنتي بس. آخر يوم لأستاذة شيف؟ بسبب المادة اللي كان بيديها لدفعتنا. يا جماعة أنا عندي حوار كده في شؤون الطلبة لازم أخلصه. أشوفكم بقى لما أخلصه. عندها ايه؟ مسكومه ورقة ده في السرير. مال صوتك يا بيبي؟ متضايقه بس شويه. ليه؟ حصل حاجه؟ هبقى احكي لك لما اعرف اشوفك. يعني ايه لما تعرفي تشوفيني؟ عدوي قدم عليا شويه بس يا ادم. عادي انا متعوده على كده. يلا يا حبيبي اخوك هيطلع ما يلاقيش غدا ويطيطها بالديان. هبقى اتصل بيك تاني يا ادم بس ما تتصلش انت. ماشي.
عايزاني اكدب يعني؟ لا ما تكدبش، بس ما تبالغش برضه يعني. والله كان عندي ميتنج مهم ولغيت عشان اقابلك. انت لو كان عندك ميتنج مهم كان زمانك نفضت لي وقلت لي يلا نتقابل بكره. طب عرفت اخرجك من المود السخيف ده ولا لسه ما نجحتش؟ نجحت. او الشوكولاته هي اللي نجحت. يعني انت مستخطر عليا كنت انا اللي خرجتك من المود؟ ما تبقاش طماع. يعني انت عايز تكون ان انت خرجتني شخصيا وكمان خرجتني من المود؟ انا بصراحه طمعان في اكتر من كده. طب انا عايز ايه؟ عايز نحدد ميعاد الخطوبة. خطوبة ايه؟ انتي هتستعبطي يا انجي. لا بس ما هو مش كل واحد خرج واحدة مرتين تلاتة هيعوز يتجوزها، يعني كده البلد كلها تبقى متجوزة بعض. بس أنا مش عايز أتجوز البلد كلها. أنا عايز أتجوزك أنت. فاضي شوية؟ أه فاضي. تقرا إيه؟ رواية. طيب في موضوع كنت عايزه اتكلم معاك فيه. خير؟ في مشكله ولا ايه؟ لا لا في عريس. اه محمود؟ لا يوسف الهواري. وبعدين يا محمود انا جايبك من البلد عشان تيجي تحبس نفسك هنا؟ يلا قوم استحمى كده وانزل روح برفتك. مش قادر. احنا ما نملكش الرفاهيه بتاعت مش قادر دي يا صاحبي، مش ده كلامك؟ صح ولا لا؟ انا بقيت متاثر بكلامك اهو. يلا. انا مش مصدق ان انجي ما عزتنيش. ولا هتتصل بيك عشان تطمن عليا. بطل تفكير لا هيودي ولا هيجيب. وانزل روح برفتك. انتي كانت اكتر واحده عارفه من بالنسبه لي. العربيه تمام يا اسطى ما فيهاش حاجه. روح شوف الخراط خلص الشمايز ولا لا. حاضر. العربيه ما فيهاش حاجه ايه؟ ما هو يمكن صاحب العربيه هو اللي فيه مشكله. صاحب العربيه عملناه بالاصول وعرفنا انه ابن اصول. فين العله بقى؟ هو مش برضه بيقولوا يا اسطى اللي ملوش كبير يشتري له كبير؟ وانا جالك عشان تقول لي اعمل ايه، واللي هتقوله هعمله. الاصول معروفه واللي عايز يتعامل باي. عايز تقعد تضيع في وقتي وفي وقتك ونقعد نشرح في المشروع؟ لا طبعا يا اسطى، وانا مش ههبل عشان اجي بيع الميه في حاره السقايين. انا جاي احكي لك على كل ظروفي عشان تدبرني. اوعدك اللي هدور بيني وبينك حبيبي مش هتعرف عنه اي حاجه. لا هتعرف، ولو ما عرفتش منك هتعرف مني. عارف ليه؟ عشان دي اختي الصغيره وبنتي كمان. أنا دخلتك بيتي من بابه. جي دورك تدق على الباب دقة الأصول. عشان أنا اللي زيي لا هيستحمل ولا أنت هترضاله يتقال على حريمه طالعين نازلين بكيفهم. لا. لا ما رضاش يا اسطى. وأنا متأكد. يا واد. يا واد أنتوا لسه صغيرين. فاتحين صدركوا على الدنيا. وفاكرين إنكوا تقدروا عليها. بس الحقيقة إن الدنيا هي اللي مستقوية عليكم، وأنا مش هسمع بحاجة تكسر حبيبي. يعني أنتوا يا سعادة وشايف إن حبيبي ممكن تكسر هي معايا؟ أيوة ما هي معاك بأي معنى يعني. ما عشان ما تبقوا مع بعض وما تتكسروش لازم أنتوا الاتنين تكونوا صلبين طولكم في النور وتدبوا صوابعكم الاتنين في عين التخين. وده مش سهل بالنسبة لكم، ما بقولش مستحيل بس مش سهل. أنت من مستوى وهي من مستوى تاني. ايوه بس انت فوق راسي. راسك لوحدها مش كفايه، لازم راسي اللي خلفوك لما اخسر. فوق. عشان انت بقى تبقى من مستواها ما ينفعش هي تبقى باشمهندسه بخدمه الحكومه وانت هندسه اسمه وخلاص وماشي متفشخر انك راجل سقيت. انا قبل ما اتجوز طهماتي كنت هتجوز واحده بحبها، ما اتجوزتهاش. عارف ليه؟ عشان هي معاها دبلوم وانا خارج من اولى ثانوي. توقع كان انسب لي معاها اعداديه. انا مش هخرج اختي من الكليه عشان خاطر عيونك يا هندسه. Thank you.
الإحساس بياخدنا بعيد وياه العمر بيفوت ويمر بين حيوي ومر وطريق ماشيينه اسمه حياة ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا مع ناس وده جنبك أقرب لك من قلبك وفي طيبته مفيش ده بكرة وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعني وتمشي مهما بيكون صعب ساعات بتلاقي في سعادتك ساعات ياخدك لجرح وغل وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة وده منك ومن دمك لكن بقى في لحظة Yeah.